غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوك تقدم. توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. استوى من يا ربي من يا ربي. ايوه تمام على بركة الله. الله يوفقنا جميعا ان شاء الله يحب ويرضاه. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعونا ربنا يوفقنا. نزل الفيس بوك على الفيس. الو ايوه امتى يا فندم؟ نيافة المطران ليش؟ ايوه اهلا وسهلا يا فندم، تشرفنا بحضرتك. مع سعادتك. اهلا بيك يا فندم. مع سعادتك اسامة عبد الله من امريكا يا فندم. نعم اسمي اسامة عبد الله وبكلم سعادتك من امريكا. اهلا بيك يا فندم. حضرتك يعني عالم من اعلام الكنيسة الكدانية الكاثوليكية في مصر. وحضرتك كما تعلم الكتاب المقدس بيقول مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم. في حضرتك علم اسمه علم النقد النصي. هذا العلم بيحاول ياتي بنص اقرب ما يكون للاصل. علماء النقد النصي يقولون ما هي الحاجه الى العلم النقد النصي؟ واحد، الاصل غير موجود. اثنين، النساخ غيروا بغرض التصحيح. ثلاثه، ليس هناك مخطوطان مثل بعض. طب يا فندم اذا كان الاصل غير موجود والنساخ غيروا وما فيش نسختين مثل بعض، كيف نثق في صحه الكتاب المقدس؟ حضرتك في كام هناك ممكن تسألهم في الموضوع ده؟ بس يا فندم حضرتك يعني مطران وحضرتك ابرشيه في القاهره الكلداني كاثوليك يعني انا معلش انا مش سامعك مش فاهم اللي انت بتقول ايه يعني. انا اسف. ازاي حضرتك انت سامع وبترد عليا وبتقول لي اسال كهنه عندك في امريكا يا فندم؟ ما انا لاحظت كلمتين ثلاثه منك حقيقي، انا مش فاهم الكلام كله. انا فاهم حضرتك يا فندم. الوقت حضرتك في علم اسمه علم النقد النصي. علم نعم هذا هذا العلم بيحاول ياتي بنص اقرب ما يكون الى الاصل. علم علماء النقد النصي يقولون ما هي الحاجه الى علم النقد النصي؟ واحد، الاصل غير موجود. اثنين، النساخ غيروا بسبب التصحيح. ثلاثه، ليس هناك مخطوطان مثل بعض. الان يا فندم اذا كان الاصل غير موجود والنساخ غيروا للتصحيح وليس هناك مخطوطان مثل بعض، كيف نثق في صحة الكتاب المقدس؟ اتفضل. النص موجود والمخطوطات موجودة محفوظة كلها في مكتبة الفاتيكان، وحضرتك ممكن تروح تتأكد من الكلام ده. يا نيابة المطران الفاضل الكريم، هذا كلام غير علمي وأجيب لك الدليل على ذلك. أولاً على سبيل المثال الكنيسة الأرثوذكسية، الدكتور وهيب جورجي كامل وأستاذ العهد القديم بالكلية الأفريقية في كتابه مقدمات العهد القديم صفحة 24 يقول لم تصل لنا المخطوطات الأولى للكتاب المقدس التي سبق أن دونها كتبة الأسفار بأقلامهم. عند حضرتك دائرة المعارف الكتابية عملها أكبر علماء البروتستانت الجزء الثالث صفحة 279 تقول وقد فقدت أصول أسفار العهد الجديد بلا شك. عند حضرتك حبيبي في مخطوطات. ايوه في يا فندم اكتشفت في مغارة قمران. ايوه في يا فندم بس مش القصد. انا فاهم حضرتك في مخطوطات. اتفضل. في مخطوطات اكتشفت في مغارة قمران واتثبتت وموجوده ومتاحه للعلماء لدراستها، ودي اقدم مخطوطات موجوده للكتاب المقدس والتوراة في متناول اليد دلوقتي. يا نيابه المطران انا فاهم ان في مخطوطات يا فندم، بس المخطوطات اللي موجوده مش هي الاصل. الاصل دي اللي موجود نسخ، وهذا ليس كلام الدكتور القس امين اسحاق في كتابه في كتاب المخطوطات الكتاب المقدس بلغته الاصليه صفحة 19 يقول ليس بين أيدينا المخطوطة الأصلية أي النسخة التي بيد خاتم. هو مش مرجع علمي عشان أنا أعتمد عليه. أنا كان كاثوليكي موجود عندي مخطوطات في الفاتيكان في روما في إيطاليا، وكل دراسات الكتاب المقدس اللي موجودة عندنا في المعاهد الدينية وفي الجامعات تكتشف بهذه المخطوطات. ممتاز. حضرتك كاثوليكي يا فندم، نسمع ماذا تقول الترجمة الكاثوليكية صفحة 12 نص العهد الجديد
بلغنا نص الأصفار 27 في عدد كبير من المخطوطات التي أنشئت في كثير من مختلف اللغات، وهي محفوظة الآن في المكتبات في طوال العالم وعرضه، وليس في هذه المخطوطات كتاب واحد بخط المؤلف نفسه، بل هي كلها نسخ أو نسخ الكتب التي خطتها يد المؤلف نفسه أو أملاها إملاء. هذا الترجمة الكاثوليكية اليسوعية صفحة 12، وبتقول كمان إن نسخ العهد الجديد التي وصلت إلينا ليست كلها واحدة، بل يمكن للمرء أن يفرط فيها فوارق مختلفة الأهمية، ولكن عددها كثير جدا. على كل حال، هناك طائفة من الفوارق لا تتناول سوى فقرات بعض قواعد الصرف والنحو أو الألفاظ أو ترتيب الكلام. اسمح لي بس، عندي تليفون ثاني، اسمح لي بس. نعم اتفضل. إن نسخ العهد الجديد التي وصلت إلينا ليست كلها واحدة، بل يمكن للمرء أن يرى فيها فوارق مختلفة الأهمية، ولكن عددها كثير جدا. على كل حال، وهناك طائفة من الفوارق لا تتناول سوى بعض قواعد الصرف والنحو وألفاظ ترتيب الكلام، ولكن هناك فوارق أخرى بين المخطوطات تتناول معنى فقرات برمتها واكتشاف مصدر هذه. يعني حضرتك انت عاوز مني ايه بالظبط دلوقتي؟ يعني اللي انا عاوز اقول لحضرتك، اتفق كل العلماء على ان الاصل غير موجود، الموجود نسخ. الوقت حضرتك هتبلغ مين يا فندم؟ هذا ليس الشاهد، انا بسال سعادتك. انت عاوز يعمل ايه دلوقتي؟ ما انا بقول لحضرتك يا فندم، انتظر عليا سياده المطران ليه سند، انتظر. انا بقول لحضرتك يا فندم، اذا كان الاصل غير موجود والنساخ غيروا بغرض التصحيح، وليس هناك مخطوطان مثل بعض، كيف نثق في صحة الكتاب الذي بين أيدينا؟ طيب انت عاوز ايه اعمل ايه دلوقتي؟ انا عاوزك تعمل ايه؟ طب يا فندم، يعني مع احترامي لسعادتك يا فندم، اذا كان كل دين بيعتمد على كتابه اللي المفروض من عند الله. طيب دلوقتي احنا ما عندناش كتاب حد زي ما بتقول حضرتك، يعني انا اعمل ايه دلوقتي؟ انت تعمل ايه؟ طب اقول لحضرتك تعمل ايه؟ ايه اللي خلي حضرتك تثبت على دين الكتاب مش من عند الله سبحانه وتعالى؟ اذا كان الكتاب مش من عند الله يبقى العقيده كلها غير سليمه. انا مش هبعمل دي بعد كده، معلش. مع الف سلامه، شكرا جزيلا. كان معانا لواء مباشرة الآن المطران ليس نجم مطران إبراشية القاهرة للكلداني الكاثوليك والنائب البطريركي للكلداني الكاثوليك. كان معانا لواء مباشرة الآن المطران ليس نجم النائب البطريركي للكلداني الكاثوليك بالقاهرة ومطران إبراشية القاهرة للكلدان الكاثوليك. اسمه عشان ايه؟ ليس نجم. الكل سمع الاتصال يا اخوة اكرام؟ سمعتوا يا حبايب؟ سمعتوا؟ العيب ليس في الطوائف، العيب في الكتاب اللي متغطي بالكتاب المقدس عرياني. وطبعا الكلمة الاخيرة كلمة موجعة، اذا كان هذا الكتاب ليس من عند الله، لماذا تؤمن بك؟ تؤمن بدين هذا الدين؟ الكتاب مش من عند الله. اذا كان الدين مش من عند الله يبقى العقيده كلها غير سليمه. الرد حاضر، هنقول تاني ثواني. كان معانا الهواء مباشره الان، دقيقه واحده يا اخي الكريم. المطران ليس نجم النائب البطريركي للكلدان الكاثوليك بالقاهره ومطران إبراشية القاهرة للكلدان الكاثوليك وصلت يا أخي الكريم المعلومات كلها؟ واسمه مكتوب على التكسر. وصلت جميع؟ طيب على بركة الله. ناخد بريك، هنفتح التكس وبعدين نكمل. الله أكبر، كبير، كل فرد مسلم. الحمد لله. الله أكبر، كبير.
فرد مسلم. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي. الحمد لله الحمد لله. الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي. الحمد لله الحمد لله. حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبود يا من جل قدرا جل قدرا. لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء وأرضا.